يكون معنا عبر الهاتف من العاصمة المؤقتة عدن الأستاذ صالح محمود حسن، وهو القائم بأعمال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية. مرحبا أستاذ صالح، مساء الخير. مساء النور أخي غسان وكل طاقم العمل في قناة عدن، ونحييكم من عدن. أهلا وسهلا فيك، تحياتي لك ولمعالي الوزير الدكتور محمد الزعوري وللأخوة في عدن ولطاقم الوزارة، نتمنى لكم التوفيق في المهام التي تقومون فيها. منظمات المجتمع المدني والحديث عنها يعني مهم جدا، نتحدث عن القضايا والملفات التي تجمع الشراكة بين الحكومة وبين منظمات المجتمع المدني. لابد أن احنا نفهم ما هي القضايا والملفات التي تعمل فيها منظمات المجتمع المدني. نعم أخي غسان، أولا أحييك وكما أسلفت أنقل تحيات معالي الوزير الدكتور محمد سعيد الزهوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وكل طاقم العمل في الوزارة الذي دعبت العمل منذ نهاية العام 2020 في شهر ديسمبر، وكفريق عمل متكامل الهدف الرئيسي منه هو تقديم الخدمات للسكان في المناطق المحررة أولا ثم المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. التحقيق الشراكة وكما أسلفت من خلال التقرير ومن خلال مقدمتك الرائعة لتوصيف الواقع كما هو، بأنه يجب أن نعطي المشاهد الكريم حقائق الأمور على واقع الأرض، وهو يتمثل بأنه بما يتعلق بالمنظمات الدولية وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي المسؤول الأول في عقد الاتفاقيات الخاصة بهذه المنظمات الدولية وما تقدمه من معونات وفقا لما أقر في المانحين لليمن بصورة عامة وخاصة في الجانب الخدماتي والاجتماعي والثقافي وغيرها من المجالات. ويبدأ العمل من هناك من وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي المسؤول الأول في عقد الاتفاقيات الخاصة بالبلاد، ثم تنتقل هذه المنظمات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لأخذ التراخيص الخاصة بالعاملين من الأجانب في إطار البلاد. جميل. ومن ثم يعني هذه بداية الشراكة طبعا بداية العمل لوزارة الشؤون الاجتماعية العمل، لكن بما يخص منظمات المجتمع المدني المحلية سواء كانت منظمات أو مؤسسات أو جمعيات فهي كبيرة للأسف الشديد. يعني الآن في محافظة المحررة تقريبا أكثر من 6000 جمعية ومؤسسة ومنظمة محلية تقوم بعملها سواء كان في الجانب الاجتماعي في جانب الخدمات المختلفة في جانب التنموية، ولكن للأسف الشديد ما هو حاصل يعني في هذا المجال لأنه هنا العدد كبير جدا كمي وليس نوعي، وما هو نوعي هو قليل جدا، ويعني أصبح طبعا نتيجة لوجود الفساد الكبير في ما كان سابقا وأثر الآن على الواقع المحلي الآن، لأنه هناك الآن الوزارة قامت بعمل يعني جيد في إعادة تنظيم العمل مع المؤسسات المجتمع المدني عن طريق المحافظات وإصدار تصاريح عبر الوزارة خاصة يعني بما يكون منظور العمل لهذه المؤسسة أو هذه المنظمة أو الجمعية على مستوى المحافظات المحررة أولا، ثم بعد ذلك اللي هو التنسيق المنفرد لكيفية وصول هذه المنظمات وهذه المؤسسات إلى المناطق تحت سيطرة الحوثيين. طيب سعادة الوكيل، يعني نحن نتحدث عن عمل مدني والعمل المدني فيه أدوار متكاملة، يعني تكملون البعض أنتم ومنظمات المجتمع المدني، بالتالي كيف يتم توزيع هذه الأدوار؟ أين ينتهي دور المنظمات وأين يبدأ دوركم؟ أين تتداخلون مع بعض في العمل؟ يعني كيف تنسق هذه الأدوار؟ نعم، نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقا لقانون القانون الذي هو في رقم 1 لعام 2001 والذي فيه الشروط الأساسية لتأسيس هذه الجمعيات أو المؤسسات أو المنظمات المحلية سواء كان يعني في المدن أو في الأرياف أو بشكل عام على مناطق يعني المحررة على أو على مستوى اليمن بصورة عامة، وبالتالي كل من طبقت عليه هذه الشروط المقررة بالقانون يتم منحه الترخيص وبالتالي يقوم بمزاولة عمله، ويجد تشابك حقيقي سواء كان بين منظمات المجتمع المدني يعني بين المحافظات أو بين داخل المحافظة نفسها أو بين المحافظات، وكذلك مع التشابك الحقيقي مع المنظمات الدولية. وهنا نقطة مهمة جدا لأنه ما حاصل بصراحة وما يعني تم ورثه بالسابق، لأنه المنظمات الدولية والمنظمات المحلية على تقوم بتنفيذ ذلك بدون شراكة، وهنا تأخذ الطابع اللي نحن في وضع حرب، وبالتالي المحافظات والسلطات المحلية في المديريات والمحافظات تحاول قدر الإمكان أنها يعني تصل إلى خدمات هذه المنظمات وبصورة العشوائية طبعا هي تقدم جزء بسيط من الخدمات للسكان. للأسف الشديد المبالغ الكبيرة للمانحين
اللي نقراها ومثل الصغيرات وغيرها، اصل السكان لا يزيد عن 20%. لا يصل السكان الا ما يعادل 20%، مثلا 3 مليار، اذا تحدثنا عن 3 مليار. نعم. يعني فقط 20% اللي يصل الى الـ الى الـ الى الـ الى المستفيد. نعم، بكل اسف هذا ما هو واقع على الارض. طيب. من خلال نتوءنا المباشر لمتابعه الاعمال على الواقع. طيب الحديث. تمام، يعني شوف مثلا انه مثلا هناك في حصص محددة أو في أرقام محددة للطواقم الإدارية لاستقطاع مبالغ معينة مقابل الأعمال اللي بيقومون فيها، مثلا هناك في منحة مثلا لمديرية، نقول مديريتك ردفان أو مديريتي أنا يافع، على أساس نضرب مثلا على أنفسنا، وهذه مثلا مليون دولار منحة للمديرية، وبالتالي مثلا لمنظمة معينة قامت بهذا مشروع مياه، كم نسبة النسبة المالية التي تأخذها هذه المنظمة؟ مثلا 10%، 20%، 25%، أو كل المبلغ؟ يا عزيزي، ما يحدث بأنه المنظمة اللي بتقوم بتمول المشروع، أو يعني اللي هي مكلفة بتنفيذ المشروع، ليس هي المنظمة الأساسية اللي عملت اتفاقية مع وزارة التخطيط التعاون الدولي. هي تعمل يعني محاصيل، ما يعني عندها مبررات يعني بعضها. أنت عارف إنه كل مراكز، للأسف الشديد، وهذه نقولها نقطة مهمة جدا، كل مراكز المنظمات لا زالت في صنعاء. يعني إنه كل مكاتبها الرئيسية في صنعاء، وما هو موجود في عدن يمكن 3 أو 4 للآن فقط من المنظمات الدولية اللي فتحت مكتبها الرئيسي في عدن. طيب. ومع ذلك يعني لاحظ أنت ما يحصل، ما هو إنه تحصيل حاصل. كل الموارق الكبيرة الممنوحة لبلادنا تأتي عبر البنك الدولي، عبر صنعاء، وثم حتى يعني بيضربوا في فرق العملة، وبالتالي مضر نعم. بشكل أساسي لسكاننا. طيب. نعم. أستاذ العزيز، آلية وشروط منح التراخيص، مثلا الحين أنت تكلمت عن 6000، ولا نعم. شك أنه هذه 6000 جزء كبير تلاغي أو كلهم معهم تراخيص، وبالتالي نعم. ما هي المواصفات أو المعايير اللي على ضوءها مثلا نعطي فلان ترخيص؟ نعم. يعني هل في هناك شروط معينة؟ نعم، في شروط معينة. هو القانون، أنه قانون الواحد عام 2001 واضح جدا في تأسيس المنظمات المجتمع المدني الأهلية، تمام، وكذلك كونها هي الرديف الأساسي للحكومة، لمساعدة الحكومة في تنفيذ هذه المشاريع، تمام، ومشاركة المجتمع أيضا في قيادة نفسه للوصول لهذه الخدمات بشكل ييسر، ومشاركة المجتمع أيضا في تنفيذ المشاريع الإنمائية المختلفة وتفاعله كمان معها. لكن ما حصل أخي الكريم والمشاهد الكريم اللي يسمعنا الآن، بأنه زي ما تحدثت بأن احنا حصلنا على عدد كبير جدا من المؤسسات والمنظمات يعني سابقة، وهي طبعا لها تراخيص يعني صادرة من الوزارة وكذلك من المحافظات، لأنه لم يكن هناك في معايير معينة، كانت المحافظة تصدر والوزارة تصدر يعني تراخيص، وبالتالي حدث نوع من التضارب والعدد الكبير من هذه المنظمات وهذه المؤسسات. لكن معالي الوزير عندما جاء ويعني عملنا عمليه تقييم لهذه المشكلات ويعني والدراسه، عملنا طبعا مؤتمر تقدر تقول او اجتماع منفرد كبير، حضروا كل مدراء عموم مكاتب الشؤون الاجتماعيه والعمل على مستوى الجمهوريه، وكذلك منظمات المجتمع المدني الفاعله وعدد من المنظمات الدوليه بالفعل اللي هي حققت شراكه حقيقيه مع المجتمع اليمني. طيب. وهذا المؤتمر خرج بحزمه من ايش؟ من التوصيات. من ضمن التوصيات هذه انه لابد من اعاده النظر في وضع ضوابط حقيقيه تضمن نشاط هذه المؤسسات وهذه الجمعيات وهذه المنظمات يعني بشكل تقريبا يصل للسكان بشكل كبير، وكذلك مشاركه المجتمع الرقابيه الحقيقيه حتى نضمن وصول هذه المشاريع لاكبر من السكان. طيب طيب، عذرا للمقاطعة سعادة الوكيل، السؤال الأخير لك، يعني كيف تقيمون النتائج من خلال حركة العمل لدى منظمات المجتمع المدني، مع أساس أنه البلد عايش في أزمة وفي هناك صراع مسلح ربما، أو في حرب شلتها الميليشيا الإنقلابية قيدت من حركة منظمات المجتمع المدني، لكن بشكل عام ونحن نتكلم عن 6000 والإجمالي يكون 14000 أو يصل يمكن إلى أكثر، بالتالي كيف تقيمون هذا العمل؟ لأن احنا نشوف الكثير راحوا باتجاه الإغاثة، إغاثة إغاثة، زيت وسكر ومدري إيش، وبالتالي نروح نحصلهم يعني يبيعونها، تجار يبيعونها في السالف في الشيخ. نعم أخي الكريم، وللأسف زي ما تحدثت أنا قبل قليل بأنه المسألة هنا القانون يلزمنا، نحن ما نقدرش نمنع أي مجموعة من هذا، مجموعة أشخاص معينين أو مجموعة كوادر معينين أو مجموعة خريجين جامعة أو تجار أو غيرها من هذه الأشياء من سلوك المجتمع، أن يشؤوا مؤسسة أو جمعية أو شيء يعني تنظم حياتهم أو شيء من هذا القبيل. ولكن بالفعل الوزير اتخذ قرارات معينة وشروط يعني إضافية لهذه المنظمات، وبما يضمن أيضا شراكة
يعني مع هذه مثلا اذا اسست منظمه في حضرموت مثلا يعني جبت مثال بسيط مثلا من ضمن الاشياء اللي احنا حاولنا ان نضيفها وهي بالنسبه للوزاره يعني شيء جديد بانه الزمنه مثلا المؤسسه في حضرموت ويجي تشتغل في عدن فمن ضمن الالزامات لها بانها يجب ان توجد منظمات مجتمع مدني في عدن للشراكه الحقيقيه في تنفيذ هذه المشاريع ودرجة التكلفة التنموية. احنا حاولنا قدر الامكان الضغط على هذه المنظمات بتحويل المشاريع من مشاريع إغاثية وحال الطوارئ اللي نحن نعيشها خلال السنوات الماضية إلى مشاريع تنموية. ويفضل أيضا أن تكون مسلمة. شكرا جزيلا لك الأستاذ صالح محمود حسن القائم بأعمال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك من العاصمة عدن.